السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. في هذا الفيديو سنقوم باستبدال خلية لانجستروت بالخلية هذه العرضية التي أمامكم، يعني النحل يدخل مباشرة يقابله الشمال. هذه الخلية الزرقاء، سأقوم بنقل النحل والإطارات إلى تلك الخلية الخضراء. هذه هي تجربة فقط لكي نرى مدى تطور النحل وكذلك حالة النحل بدون علاج وبدون تغذية. جربت الأولى، هي خلية طولية على 21 إطار، وهذه هي الثانية، الخلية الثانية التي سأقوم بتجربها، يعني سأجرب بخليتين، واحتمال كبير إن شاء الله سأوقف التغذية مع بداية الخريف، يعني شهر 9 سأوقف التغذية لهذه الخلايا لنرى ما هي إيجابيات هذا النوع من الخلايا. هل يستطيع النحل أن يعيش بدون علاج وبدون تغذية كما ذكر الإخوة النحالين في مختلف البلدان العربية؟ سنجرب ونرى مع بعضنا البعض. الخلية متجهة للقبلة في مكان فيه الظل، سأغطيها، ولكن هي في مكان عامة تشرق فيه الشمس فقط من منتصف النهار إلى الخامسة مساء، وسأغطي الخلية سواء هذه أو الأخرى التي جربتها، أغطيها من الأعلى كي لا تكون فيها أو كي لا تؤثر أشعة الشمس على هذا النوع من الخلايا. لنرى مع بعضنا البعض. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. دخلنا الخلية ونبدأ بنقل الإطارات كما هي مرتبة. الإطار الأول عسل كما تلاحظون، يكون هو الأخير. يعني نبدأ من الأخير ونتقدم للأمام لأن الباب ها هو هنا. حضنا هذا عسل يبقى أو يوضع في مدخل الخلية هذا عسل قليل والإطار غير مبني بالشكل المطلوب. سأنزعه، هذا الإطار سأنزعه حتى أضغط النحل. دائما تكون عندي إطارات زائدة من العسل، أضعها في هذه الخلية التي بجانبها في العسلة، يعني وضعت لها العسلة. أي إطار احتاجه سأقوم بنزعه من هذه العسلة وأضعه في خلية أخرى. الإطار الذي تكلمنا عنه، إطار حضانة الذكور، هي تخرج، بدأت تخرج، والكثير من الذكور الموجودة هنا، يعني ما شاء الله هذا كله إطار ذكور. إطار حضنة مغلقة
وكذلك ذكور موجودة. ها هي الذكور هنا، كذلك هنا، هنا، ما شاء الله. إطار عسل وفيه بيض ذكور في الأسفل، فيه بيض ذكور هنا في الأسفل، والأعلى عسل. أنا اخترت هذه الخلية لكي أنتج منها الذكور، وهي لحد الآن ما شاء الله الملكة تضع بيض ذكور على حسب العيون السداسية الموضوعة في الخلية. إطار فارغ، الملكة هنا، إطار عسل. هذا إطار عسل، عسل طبيعي، يعني شمع طبيعي. سأضعه وأنزع إطار آخر. سأنزع هذا الذي به الملكة، سأقرب الملكة من الإطارات حتى تنزل، ثم أنزع هذا الإطار، لأنني يجب أن أضغط النحل. أنا الملكة أنزلتها فوق الإطارات، إطار فارغ نزعت الملكة، يعني قمت بالساق إطار بإطار، ثم حركت قليلا، نزلت الملكة مباشرة للخلية، ثم نفضت النحل. إذا مازال لي هذا النحل في الصندوق. الملكة قلنا راهي في الخلية، أو هي الآن في الخلية. هذا النحل سأضع الإطارات إلى بعضها البعض ولا أترك فراغ، ضغط النحل هو المهم. بهذا الشكل سأنفض النحل. إذا الخلية فيها 2 4 6 7 إطارات، هذا هو الباب. النحل يدخل من هنا، قبله مباشرة الشمع بالعرض أو الأقراص بالعرض. سأغطي، أقوم بتغطية الخلية. النحل في الأول يجد صعوبة من أين يدخل، لكن عندما يخرج النحل السارح من الخلية سيريه الطريق. سأغلق على الخلية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.